صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نطلب من سماحتكم كلمة توجيهية لطلبة العلم حول الإخلاص وأهميته في الطلب. لا يكون طلب العلم صحيحا إلا مع الإخلاص النية لله عز وجل، فيطلب العلم لوجه الله، ويريد من ذلك معرفة الحق من الباطل، ويريد أيضا تفقيه نفسه وتفقيه المسلمين والدعوة إلى الله بهذه النية. والله أعلم، صلى الله وسلم على